في المرمى حياكم الله. الجمعيات تزكي بن نافل والعيسى وأنمار والتصويت يحسم سباق النصر لصالح مسلي. بروزوفيتش يقترب من النصر ويبتعد ويقترب، ولكن هل هو الخيار المناسب؟ كيف تمت صياغة جدول الدوري السعودي وكيف تتم في الدوريات الخمسة الكبرى؟ كاريلو علامة ملابس الرياضية، وتاليسكا منتج فني، وبيتروس عقاري. السلام عليكم. عقدت الخميس الجمعية العمومية لأربعة أندية، وهي الاتحاد والنصر والهلال والأهلي، وتم تزكية مجلس إدارة أنمار الحائلي لرئاسة مجلس مؤسسة اتحاد جدة السعودي غير الربحية، وفازت قائمة مسلي المعمر بالرئاسة بعد تصويت أمام ثامر اليمني، وتم تزكية مجلس إدارة خالد العيسى لرئاسة مؤسسة الأهلي السعودي غير الربحية. كذلك تم في العاصمة تزكية مجلس إدارة فهد بن نافل لرئاسة مؤسسة الهلال السعودي غير الربحية. في مقر نادي الاتحاد مرت الانتخابات هادئة في ظل غياب رئيس النادي أنمار الحائلي الذي حضر الاجتماع عن بعد. في الساعة 7:15 وصل الأعضاء الحاملين للعضوية الذهبية الفضية والبرونزية وسجلوا حضورهم. الجمعية انطلقت متأخرة بخمس دقائق عن موعدها المحدد في الوقت الذي عقدت فيه عموميتا الأهلي والنصر في الوقت المحدد. في نادي النصر واصل المرشح ثامر اليمني في الساعة 7:15 قبل 12 دقيقة من وصول مسلي آل معمر ونائبه. اليمني غادر بعد بداية الانتخابات بثلاث دقائق، وفي 7:35 خرج مسلي آل معمر من قاعة الانتخابات بعد إعلان فوز قائمته في انتخابات المؤسسة غير الربحية لنادي النصر. الجمعية العمومية لنادي الهلال تأخرت لنحو نصف ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب، لكن قبل ذلك واصل الأعضاء الذهبيون للهلال في 6:55، بينما توفد أعضاء قائمة فهد بن نافل في الساعة 7:25. بعدها بخمس دقائق واصل فهد بن نافل. في قاعة الجمعية العمومية أعضاء لجنة الانتخابات يتأكدون من اكتمال النصاب، وفهد بن نافل قلق يتساءل عن التأخير. في تمام 8:00 بدأت الجمعية العمومية، وبعد 5 دقائق أغلقت الأبواب. في مقر نادي الأهلي وصل الرئيس الجديد خالد الغامدي بالتزكية في تمام 9:00، التقى بأعضاء إدارته قبل الانطلاق نحو قاعة الاجتماع. في 7:10 الأعضاء يتوافدون وكل يوقع على حضوره وسط ترقب لبعض الجماهير. في تمام 7:30 وهو موعد انعقاد الجمعية تغلق الأبواب ويبدأ الاجتماع. بعدها بنصف ساعة خروج بعض الأعضاء قبل أن يخرج الرئيس لمناقشة خططه المستقبلية. إذا تمت الانتخابات بوضوح، ثلاث جمعيات حسمت بالتزكية وجمعية بالتصويت. الخطوة المقبلة هي الطعون على التصويت وليست على القوائم. الطعون على القوائم انتهت، لكن الطعون على التصويت فيما لو كان هناك أي شيء، أو الطعون على الجمعية فيما لو كان هناك أي مخالفات في اليوم، ثم الحسم بعده، ثم بعد ذلك الإعلان الرسمي من وزارة الرياضة عن ذلك. ماذا سيحدث بعد ذلك؟ سيجتمع هذا المجلس ثم يرشح رجلين شخصين من هذا المجلس للصعود إلى مجلس إدارة الشركة. هالشخصين راح يكون منهم رئيس النادي، رئيس شركة نادي كذا، والشخص الثاني عضو مجلس إدارة. سيلتحق بهم 5
يعينهم، وليس لا انتخابات ولا ترشيح، بالتعيين يعينهم البي اي اف، صندوق الاستثمارات السعودية الذي بات مستثمر الأول في الأندية الأربعة. بعد ذلك يعين رئيس تنفيذي، ثم نشتغل تعاقدات وتبدأ المباريات. وأذهب إلى أيمن الرفاعي المستشار القانوني اللي رافقنا طوال فترة الانتخابات. أيمن حياك الله. الله يحييك استاذ بتال، ومساء الخير عليك وعلى جميع الساده المشاهدين. كيف تابعت اليوم؟ انت اللي ما شاء الله يعني مطل علينا بالوان جميله اليوم، دورك. الله يسلمك عيونك الحلوه. طيب دكتور، دكتور اللي كيف تعلق على اللي يوم التصويت او يوم الجمعيات اليوم، ملاحظاتك عليه بشكل كبير عام؟ جميل جدا. طبعا اليوم صراحة شيء جميل أنه بعد تأخر إعلان القوائم أمس أنه كانت العملية الانتخابية بطريقة سلسة، وهذا يدل على الاستعداد التام اللي كان موجود قبل، سواء كان تأخير أو ما كان في تأخير. ولكن الملاحظة البسيطة اللي أنا شفتها ممكن هي اللي أثارت التساؤل عند الناس، اللي هو عدم حضور أنمار الحائري للعملية الانتخابية. طبعاً إحنا لو رحنا لو رحنا المادة 83 نجد أنه المرحلة الثانية للطعن لا يوجد فيها عدم حضور أحد أعضاء المرشحين للعملية الانتخابية. فكون أنه المادة سكتت عن هذا الشيء ولجنة الانتخابات وافقت على حضور أنمار الحائلي عن بعد، فهنا لا يوجد حرج في هذا الموضوع. ولكن أنا من وجهة نظري كان من الأولى كون أن الأعضاء الذهبيين موجودين، فكان من أولى أن يتواجد اليوم الرئيس. يعني هذه لها يعني تبعيات كثيرة، إثبات الوجود، الاستعداد، يعني لها فوائد كبيرة في هذا الأمر. طيب يعني أيمن أنا ملاحظتي أني ما شفت ولا أحد عنده أصوات عالية في الجمعيات حضر، يعني الاتحاد يسيطر على الأصوات، أنمار الحائلي وأحمد كعكي ما حضروا، صوتوا أونلاين. النصر يسيطر على الأصوات، طبعا وأنا أخذهم الحين بترتيب الدوري، النصر يسيطر على الأصوات، الأمير خالد بن فهد ما حضر وكل، عبد اللطيف الشثري بعده حضر، ثم فهد العجلان ما أعرف والله هو حضر ولا وكل، في الهلال الوليد، الأمير الوليد بن طلال أيضا ما حضر ولا الثاني حضر، في الأهلي الأصوات الأعلى للرئيس المرشح وحضر. عدم اهتمام أصحاب الأصوات العليا بحضور الجمعيات لا في المرات الماضية عندما ترشح هؤلاء الرؤساء ولا في هذه المرة أيضا، ألا يعطي انطباع بعدم أهمية هذه الجمعية وأنها شكلية؟ يعطي انطباع اللي يشوف عن بعد مثلا. طيب ليش ما نحن ناخذ استاذ بتال من المنظور الاخر؟ اليوم الجمعيه العمليه الانتخابيه لا يوجد فيها قرارات كبيره، خاصه اذا كان مثل هؤلاء الاشخاص هم اللي يحملون المبالغ الكبيره فهم المسيطرون. فهنا لا اعتقد انه هناك داعي لوجودهم، لانه لا يوجد مناقشه للعملية التقارير المالية، لا يوجد مناقشة لمثلا مراقب الحسابات. ولكن إذا وجدت هذه المناقشات أنا أعتقد من الضروري جدا هؤلاء المسيطرون أن يكونوا موجودين في هذه الجمعية للمناقشة وللحوار ولمعرفة الأسباب، لأنه هذا فعلا أمر مهم. ولكن مثل ما ذكرت لك أمس، يعني المسألة الانتخابات جدا بسيطة، يعني اليوم لو نروح لتداول نجد ممكن عشرات الجمعيات الانتخابية تصير في نفس الوقت وتخلص في أقل من ربع ساعة، فالمسألة جدا بسيطة في مسألة الانتخابات. ولكن أعتقد الإعلام والنقص في الشفافية والإثارة الإعلامية التي يعني على أثر عدم الوضوح في بعض الأمور هو اللي جعل إنه المسألة الانتخابية جدا صعبة وجدا يعني مهمة، بقدر إنه هي أبسط من ذلك. نعم جميل. أي من التأخير في وقت العقد الجمعية ما في أي مخالفة طبعا، هي حدد لها 7:30 توقيت السعودية، بعض الجمعيات عقد 8، بعضهم 8:45، بعضهم مو بالوقت الدقيق يعني كالمحاكم مثلا أو الأشياء اللي مثل فيها أشياء قانونية من هالنوع. إذا كان هناك تأثير
على العملية الانتخابية ودعت مثلا إلى مسألة تمس الشفافية وتمس النزاهة وتمس العدالة، أنا أعتقد أنه فيها مخالفة. ولكن كون أنها لم تؤثر على العملية الانتخابية وحققت جميع مصالح العملية الانتخابية، فلا أعتقد هناك ضير في هذه المسألة. طيب، ما هي الخطوة المقبلة الجمعة والسبت قبل الإعلان الرسمي؟ الطعون على العملية الانتخابية. فاليوم إذا في أحد يرى، خلينا ننبه الناس بس يا دكتور، عفوا عن مقاطعتك، الطعون على إجراءات الجمعية العمومية والتصويت وليس على القوائم. القوائم خلاص اعتمدت. أي يعني خلينا نكون واضحين مع الناس بس. تفضل. طيب، كلامك سليم أستاذ بتالي. اليوم الطعون سوف تكون على العملية الانتخابية. أي. فاليوم إذا في أحد رأى أن هناك مخالفة من المخالفات الموجودة في المرحلة الثانية من المادة 83، فيحق له أن يتقدم بالطعن، سواء كان مرشح أو ناخب أو أي شخص ذي مصلحة، يحق له الطعن. وتبقى مرحلة أخيرة وهي الذهاب أمام ديوان المظالم. يعني اليوم الشخص هذا إذا طعن أمام لجنة الطعون وأصدرت قرار، يبقى هناك مرحلة أخيرة أمام ديوان المظالم في الطعن في هذا القرار. طيب، أنت ذكرتني بسؤال، اللي استبعدوا من القوائم النهائية هل يجوز لهم الذهاب إلى ديوان المظالم؟ نعم، يستطيع أن يذهب إلى ديوان المظالم بالطعن في هذا القرار، هذا حق مشروع له. لنفرض أنه كسب القضية، هل يعود إلى القائمة؟ في غالب الأمر نعم، تعاد الانتخابات. فقط تعاد الانتخابات ولا يعادل القائمة؟ نعم، يعادل القائمة وتعاد الانتخابات. ليش تعاد الانتخابات؟ إذا هو مثلا مع قائمة كسبانة، لأن كل القوائم اللي نعم، يستبعد الناس كسبانة. نعم، في هذه الحالة نعم يعود إلى القائمة، في هذه الحالة يعود إلى القائمة. فقط يعود إلى القائمة. نعم، صحيح كلام. جميل. طيب، خلينا نقفز إلى مرحلة ما بعد الاعتماد النهائي اللي بيتم يوم السبت مثلا أظن، للجمعية للمجالس، مجالس المؤسسات غير الربحية. هذه المجالس يجب أن تجتمع، ترشح اثنين يصعدون إلى الجسم الآخر للنادي اللي هو شركة النادي، إدارة شركة نادي الهلال أو شركة نادي الاتحاد أو نادي مجلس إدارة الشركة. اللي يصعدون لابد، أيمن، لابد شرطا واجبا يتحقق أن يكون واحد منهم هو رئيس مجلس إدارة الشركة. جميل. من يرشحه المجلس غير الربحي؟ طيب، جميل، عظيم السؤال. اليوم اللائحة وما نشرته أيضا وزارة الرياضة في التغريدات الأخيرة، نعم، أوضحت أنه الترشيح من مجلس الإدارة الغير ربحية، نعم، يكون منهم رئيس لمجلس إدارة الشركة. هذا قطعيا. نعم، ولكن ليس بالضروري أن يكون من أعضاء مجلس الإدارة. لا 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 لا، دكتور ما عليش، بس خلنا أوضح لك، أعتذر مرة ثانية بس أوضح الجملة للناس. إحنا نقول من يرشح من المجلس غير ربحي سواء أيا كانوا، والاثنين اللي ترشحوا أيا كانوا سواء رئيس مو برئيس، واحد منهم سيكون هو رئيس مجلس إدارة شركة النادي. صحيح، هذا 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 قطعي. والآخر سوف يكون عضو، وبعد ذلك ينضم إلى فريق شركة البي آي إف. جميل. دكتور، هل سننتظر لائحة جديدة من إدارة صندوق الاستثمارات لمجالس إدارات الأندية، ولا الأمور واضحة الآن؟ سؤال جدا رائع أستاذ بتال. اليوم في هناك لكل شركة نظام أساس، هذا النظام الأساس هو الذي سوف ينظم العملية مجلس الإدارة والشركة، وهو ما يسمى النظام الأساس للشركة، وبعد ذلك يضعون الإطار العام للحوكمة. فهذا النظام هو الذي تم الاتفاق عليه بين وزارة الرياضة وصندوق الاستثمارات العامة في هذه المسألة، بأن يكون أحد المرشحين منهم رئيس لمجلس إدارة الشركة. فهذا النظام هو الذي سوف يحدد. لن يكون هناك أي لوائح جديدة ونظام جديد، هو واضح، خلاص خلصنا. الشركة ممكن أن تعدل على لا لا لا، أنا أتكلم على المجالس دكتور، المجالس، لن يكون هناك أي نظام.
مجالس الغير ربحية لن يكون أي نفع. يا دكتور مجالس الشركات يا دكتور الله يرضى عليك، مجلس خلاص خلصنا من الغير ربحية. طيب الساطر يوصل متأخرة. طيب طيب ما له دخل الصوت، ما له دخل، لا تعود برد. طيب ما في ما في لوائح جديدة لمجالس الشركات، خلاص هي زي ما هي. لا ممكن يكون في، لأنه هذه اليوم خاصة بالشركة، ممكن أن يكون والمسيطر هو البي آي إف، ممكن أن يعدل، وإذا في خلاف يذهبوا إلى المحكمة. شكرا شكرا الدكتور أيمن الرفاعي. العربية بمراسليها أربعة كانوا في الجمعيات الأربعة، بدأنا من الاتحاد ولم يكن هناك الرئيس والنائب، فتحدث لنا الرئيس التنفيذي عبد الوهاب عبد. النجاحات اللي حققناها والتحديات اللي واجهناها والحلول اللي أوجدناها راح نكمل عليها، وزي ما انت شفت يعني العمل التصاعدي التراكمي أتى ثماره بأنه احنا فزنا ببطولة الدوري وكأس سبيرين، وإن شاء الله بإذن الله قدامنا كأس العالم وبطولة العربية للأندية، البطولة الأندية العربية، وباقي كأس الملك وباقي الدوري وباقي تأكيد كأس آسيا. طبعا اليوم كان مرحلة جديدة في تاريخ الرياضة السعودية، في تاريخ الأندية الكبيرة في الرياضة السعودية، مرحلة انتقالية، سعداء أن نكون جزء من هذا المشروع الجبار والمبشر، وكانت إجراءات عادية، وأشكر الجميع، جميع من حضر، جميع من صوت، أشكر أعضاء الجمعية العمومية اللي طرحوا فينا الثقة وأحسن الظن فينا، وإن شاء الله نكون قد هذه الثقة إن شاء الله تعالى. أولا الله يبارك فيك، شكرا لك، سعداء بالتشريف وهالتكليف، إن شاء الله أن تكون سنة إن شاء الله تستمر فيها إنجازات وريادة نادي الهلال وشركة الهلال الآن، سعداء ونتمنى إن شاء الله التوفيق والدعم من الجميع. أولا أنا حاب أشكر في هذا العرس الرياضي الكبير الذي نتمتع به في ظل حكومتنا الرشيدة، أنا حاب أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وولي عهده الأمين، قائد النهضة قائد برنامج التحول الرياضي الكبير الذي نعيشه. يعني قولا واحدا هؤلاء الأربعة هم رؤساء إدارة مجالس الشركات، يعني هؤلاء الأربعة هم رؤساء الأربعة في الصندوق. طبعا أنمار مو موجود معنا، لكن مو موجود أصلا في الجمعية، لكن أنمار مسلي فهد بن نافل خالد العيسى هم كلهم الأربعة هم رؤساء مجالس إدارات الشركة التي ستكون اثنين من المؤسسة غير ربحية، خمسة معينين من الصندوق، المجلس يتكون من سبعة، يعينون رئيس تنفيذي، يرسمون له السياسات، ثم يراقبون عمله وهو من يدير العمل. هذا هو الشكل الجديد لهذه الأندية، بانتظار الشكل الجديد أيضا في ثلاثة أشهر المقبلة للأندية المتبقية الأخرى. إذا قلنا خلصنا من أربعة، الكرة السعودية ليست كلها هؤلاء الأربعة، بل هناك يعني أندية أخرى مهمة جدا وسيكون لنا متابعة لهم، سيبدأ تخصيصهم من شهر أكتوبر المقبل. وقفة أولى ونعود معكم لنتابع في المرمى وفيه عاشق السيارات الفارهة والتنس يقترب من النصر مرة ويبتعد مرات. وعلى مشارف الدوري نسأل كيف يتم صياغة جدول الدوري السعودي مقارنة بالدوريات الخمسة الكبرى. حياكم الله. مارسيلو بروزوفيتش لاعب دينامو زغرب السابق والذي تألق في صفوف إنتر ميلان لمدة عامين، حقق فيهما بطولة الدوري مرتين والسوبر مرتين ووصافة الشامبيونز ليج الأوروبي، وجد نفسه فجأة مطلبا كبيرا لكل الأندية، تقدمهم النصر السعودي وإلى جواره أيضا برشلونة الأسباني، لذلك أصبح هذا اللاعب يقترب مرة من النصر السعودي ومرة يبتعد ويميل إلى جهة برشلونة. حتى الآن لم تحسب الأمور، لكنه قريب جدا من الفريق السعودي، نلقي نظرة عليه ثم نناقشه فنيا. فيلي
بنفيكا غوريتسا في ضواحي العاصمة الكرواتية زغرب ولد مارسيلو بروزوفيتش في خدم الحرب الأهلية بالبلقان. هناك نشأ وتربى اللاعب الذي كان الابن الأكثر تعلقاً بوالده إيفان. بروزوفيتش الأب، ولأنه لم ينجح في مسيرته كلاعب، أراد أن يعوض فشله في ابنه مارسيلو، فأشرف على تدريبه منذ الصغر، وبعمر 10 سنوات انضم لنادي دراغوفولسات، نادي شهد معه اللاعب تطوراً سريعاً بفضل موهبته، فانتقل في 2011 لفريق لوكوموتيفا، خاض معه 35 مباراة وباصماً على 5 أهداف، مكنت النادي من إنهاء الموسم في وسط الترتيب. التحول كان سريعاً في العام الموالي، وإلى أعرق وأشهر الأندية الكرواتية نادي دينامو زغرب. دافع عن ألوانه من 2012 حتى 2015، لعب 99 مباراة وسجل 15 هدفاً، متوجاً بالدور المحلي 3 مرات والسوبر مرة واحدة. أرقام رفعت أسهمه في سوق انتقالات اللاعبين، فانضم على شكل إعارة لنادي إنتر ميلان في يناير 2015 قبل أن يوقع له بشكل نهائي صيف 2016. مع نادي الأفاعي خاض إجمالاً 330 مباراة وهز الشباك 31 مرة. انتظر حتى عام 2021 كي يحقق لقب الدوري الإيطالي، ثم لاحقاً نال الكأس مرتين والسوبر كذلك. على الصعيد القاري، فوصل لنهائي دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي، وقبلها حل وصيفاً مع إنتر في مسابقة اليوروبا ليج 2020. تألق الكرواتي في الملاعب الإيطالية كان له رد إيجابي على منتخب بلاده الذي بلغ معه نهائي مونديال روسيا 2018، وحقق برونزية كأس العالم الأخيرة بقطر ووصفة دور الأمم الأوروبية. بعيداً عن كرة القدم، يمارس نجم إنتر ميلان رياضة التنس وسياقة السيارات الفارهة، إضافة لقضاء أوقات الفراغ مع عائلته الصغيرة في البحر. وما دمنا نتحدث عن نجم إنتر ميلان، فنذهب إلى ميلانو. من هناك التحق بنا زميلنا سيموني تيريو. حياك الله، أهلا وسهلا، سعيد باستضافتك. يعني حدثني من جوارك، كيف هي الأخبار عن مارسيلو بروزوفيتش؟ مرة ذهب إلى الدوري السعودي وانتهى الموضوع، مرة ثانية لا سيذهب إلى الليغا الأسبانية مع برشلونة، بعدها لا سيبقى في إنتر ميلان. الأقرب Good evening everyone. Well, it's very very close. مساء الخير لكم جميعا. فهو أقرب للنصر من برشلونة والإنتر ميلان، لأن العرض الذي قدمه النادي السعودي مهم للغاية. فمارسيلو بروزوفيتش يلعب بإعارة حتى يونيو 2026، وهو يتقاضى حوالي 7 مليون يورو سنويا، والعرض السعودي هو حدود 18 أو 20 مليون يورو كل عام، فهذا هو 3 أضعاف ما يحصل عليه من إنتر ميلان في الوقت الراهن. وهذا يعني أن اللاعب قد اتخذ قراره بالانضمام إلى النصر والاقتراب من كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، وبالتالي القرار من قبل اللاعب واضح. لكن ما هو ليس واضح هو الاتفاق الاقتصادي بين فريقي النصر وإنتر ميلان، لأن إنتر ميلان يطلب الآن الحصول على 25 مليون يورو للسماح لمارسيلو بروزوفيتش بالانتقال إلى النصر. الشعور لدينا هنا في ميلان، وأنا لست بعيد عن مقر نادي إنتر ميلان، ما أشعر به هو أن اللاعب و الفريقان سوف يبرمون كلهم الصفقة.
نعم، يعني نسمع وتتداول وسائل الإعلام زميلنا سيموني بأن أنتر ميلان أصبح يبالغ في مطالباته، يعني بدأ الطلبات ب 12 مليون يورو، ثم ارتفعت إلى 15 مليون، ثم ارتفعت إلى 18، ثم الآن ارتفعت إلى 25 مليون. هو لا يحسم الصفقة بل يرفع في الرقم كل مرة. طبعا هذا أمر مفهوم، لأنه كما قلت اللاعب لديه عقد ينتهي في يونيو من عام 2026، وفي هذه الأيام يجب أن تأخذ هذا في الحسبان. فساندرو تولاني من أي سي ميلان سينتقل إلى نيوكاسل بمبلغ 80 مليون، وبروزوفيتش كان لاعب أساسي كلاعب وسط ميدان بالنسبة لإنتر ميلان في السنتين الماضيتين، صحيح خلال الموسم لم يكن دائما أساسيا، وقد تم تعويضه من قبل هاكان تشلهان أوغلو في مركزه. وإنتر ميلان ليس لديه الكثير من الخيارات عندما يغادر مارسيلو بروزوفيتش يلتحق بنادي، فإنتر ميلان سيحتاج للاعب وسط ميدان لخلافة مارسيلو بروزوفيتش من أجل تحقيق الألقاب وتحقيق النتائج التي حققها النادي خلال الموسم الماضي، وبالتالي هذا مفهوم أن يرفع النادي المبلغ، ويجب أن على إنتر ميلان يبحث عن من يخلفه عندما يغادر. سيموني، هل يمكن أن نقول بأنه تم الاتفاق الآن على 25 مليون دولار أو يورو، ما في فرق كبير الآن في العملة، هل يمكن أن نقول بأنه تم الاتفاق نهائي الآن، إنتر ميلان أعطى موافقة نهائية؟ أو سيزيد المبلغ؟ لا أعتقد أن مبلغ 25 مليون يورو سيكون المبلغ الذي سوف يقبله الإنتر ميلان للسماح ببروزوفيتش بالرحيل، لأن إنتر ميلان لديه خطط أخرى وعليه أن يبحث عن خليفة لبروزوفيتش، لأنه كما قلت في النهاية بروزوفيتش لم يكن دائما في التشكيلة الأساسية لإنتر ميلان في تشكيل 3-2-5 التي يختارها المدرب سيموني إنزاغي هي أساسية، وبالتالي بروزوفيتش أساسي في هذه التشكيلة التي يعتمدها إنتر ميلان. إذن أعتقد، وهذا ما يراه أيضا زملائي، بأن مبلغ 25 مليون يورو سيكون المبلغ النهائي إذا ما وافق نادي النصر على طبعا تقديم عرض بهذا المبلغ. عندئذ بروزوفيتش سيكون لاعب جديد في النصر. جميل. أيضا سيموني، هل انتهى النصراويين أو المفاوض السعودي بدقة أكثر، هل انتهى من الرواتب والمميزات الخاصة لبروزوفيتش، بقي فقط التفاهم مع إنتر ميلان؟ يعني بمعنى آخر، هل تم الاتفاق مع مارسيلو بروزوفيتش بأن 17 مليون هي الراتب، خلاص ما عاد في مفاوضات بعد كده؟ من وجهة النظر هذا ما نعرفه في ميلان، لأن اللاعب يريد الالتحاق إلى بالنصر، والمبلغ هو بين 17 و 18 مليون يورو، والصفقة قد أبرمت بهذا الشأن، وربما يمكن أن تعرف المزيد عن ذلك عبر مواقعه على التواصل الاجتماعي عندما يضع صورة ابنه يكبر في المملكة العربية السعودية. يمكن لك أن تستنتج بأنه قد أبرم الصفقة، وأن الأمر يتوقف الآن فقط على اتفاق بين نادي النصر والإنتر ميلان. إذن نعم، رغبة اللاعب هو الالتحاق بكريستيانو رونالدو في نادي النصر، وأن يكون طرفا في هذه المغامرة السعودية الجديدة في كرة القدم. هل
فنيا سيموني، هل هو الخيار المناسب للنصر الذي ظل يعاني في مركز ستة طوال الموسم الماضي؟ هل هو الخيار المناسب فعلا فنيا الآن نتحدث؟ نعم، من الناحية الفنية هو لاعب مذهل، وأتحدث لك عن بعض الأرقام. منذ انضمامه إلى إنتر ميلان هو قام أو أنهى أفضل التمريرات، وهو له أعلى نسبة من التمريرات الناجحة بين أولئك الذين حاولوا 1000 تمريرة، وهو أيضا اللاعب الوحيد الذي قام بإنجازات في كافة المباريات في المواسم الستة. هو لاعب يتحكم في الوتيرة في الهجوم وفي الدفاع، أيضا في فريق مثل إنتر ميلان الذي فاز بكأس إيطاليا مرتين وكذلك بالسوبر ووصل إلى النهائي الأبطال الأوروبي، وبالتالي هو لاعب مميز من الناحية الفنية لا شك في ذلك. شكرا زميلنا الإعلامي سيموني تيرنو من ميلان والإيطالية، معلقا على اقتراب النصر السعودي من تقديم أو من الفوز بلاعب مهم جدا هو مارسيلو بروزوفيتش. نغلق هذه الملفات على أو مؤقتا، ثم نذهب إلى جدول الدوري السعودي الذي ينتظر حتى الآن من لجنة المسابقات. نسأل كيف تتم صياغة جدول الدوري السعودي؟ هل هو بالقرعة؟ هل هو ببرامج معينة مخصصة لذلك؟ ثم نقارن ذلك بالدوريات الخمسة الكبرى في العالم. تلجأ رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى شركة خاصة لتقنيات المعلومات للبدء بتحضير جدول المباريات منذ شهر ديسمبر، ويتم وضع جدول مبدئي في شهر مارس يرسل إلى الأندية لأخذ مقترحاتها حول أي تعديلات، وكذلك يتم النظر إلى عدة عوامل من بينها أخذ مشورة روابط المشجعين المنضوية تحت اتحاد مشجعي كرة القدم Football Supporters Federation، إلى جانب أمور أخرى. 6 أشهر من العمل انتهت، وتم إصدار الجدول في 15 من الشهر الحالي. رابطة الدوري الألماني تلجأ أيضاً لبرمجة مشابهة لوضع جدول مباريات الدوري لديها بدرجتيه الأولى والثانية كما هو في الإنجليزي. الاختلاف أن الجدول هنا يبقى إطاراً عاماً لمباريات كل فريق في كل جولة، بينما يتم خلال سير الموسم تحديد تواريخ كل مباراة وتوقيت بدئها من أجل التعامل مع مشاركات الأندية في المسابقات القارية ومسيرة كل فريق ألماني فيها. إيطاليا تعتمد عدة معايير في نظام جدولة الدوري، من أبرزها أن مباريات ميلان وإنتر ونابولي ويوفنتوس ولاتسيو وروما وفيورنتينا لا تلعب في وسط الأسبوع، وكذلك تمنع إقامة مباريات الديربي وسط الأسبوع أو في جولة افتتاحية، ولا يتم جدولة مباريات بين الأندية المشاركة قارياً في الجولات المباشرة التي تسبق أو تلي منافساتها في البطولات الأوروبية. في إسبانيا التي أصدرت الخميس جدول لا ليغا للدرجتين الأولى والثانية، لا يتم اعتماد عكس الجدول بين الذهاب والإياب بشكل تماثلي من أجل إتاحة المجال لسلسلة من المعايير أبرزها الجوانب الأمنية والمشاركات القارية للأندية. يتم وضع 1000 سيناريو لكامل جدول المباريات، والقرعة تختار واحدة منهم فقط بكل تفاصيله التي تشمل 380 مباراة من 38 جولة. الدوري الفرنسي يعرف في الموسم المقبل تغييراً مهماً بتقليل عدد أندية الدرجة الممتازة إلى 18 بدلاً من 20، فتم تحديد جولة واحدة فقط لتلعب منتصف الأسبوع والبقية في يومي السبت والأحد أو الجمعة. الاتحاد الفرنسي والرابطة حدد منذ نوفمبر مواعيد جولات المسابقة
لكن تفاصيل المواجهات تبقى بانتظار الإعلان الرسمي الشهر المقبل. في الدوري السعودي 10 معايير معلنة يتم اتباعها لإعداد جدول المباريات، ومن أهمها مواعيد الزراعة الشتوية والصيانة الدورية للملاعب المعتمدة. الجديد في الموسم المقبل أن الأندية مع ارتفاع عددها في دوري روشن إلى 18 سيتم تقسيمها إلى 5 مستويات وليس 4 كما جرت العادة. الجدول يتم منذ سنوات إصداره عبر نظام إلكتروني تتولاه شركة خاصة باستعمال هذه المعايير، ويتوقع أن يتم إعلانه في الشهر المقبل من أجل أن تركل كرة البداية للبطولة في 11 من أغسطس. وحيد رزق المصري على العربية. نذهب إلى زميلنا عادل البطي من الرياض. وعادل، ليش استضافناه اليوم بين زملاء الآخرين؟ لأنه قد سوى جدول الدوري السعودي، كان رئيس لجنة فنية، وهو أيضا كان مشرف على فريق كرة القدم في الهلال، فكان يجتمع مع اللجان قبل الموسم لمعرفة الدوري، وكان أيضا الأمين العام لاتحاد كرة القدم، وكانت تمر الأمور ما تتوقع إلا مرة من تحت يده، كان هو اللي يزبط الجدول يقول زين ولا مو بزين. فقبل ذلك عادل، مساء الخير، حياك الله. أول شيء خلني ألخص للناس اللي قالها وحيد. الأسباني عندهم يضعون 1000 احتمال، طبعا ما في قرعة على مسرح، ما في في أي دوري فيه يعني خلينا نقول أنظمة برامج تستخدم، برامج حاسوب ولا برامج كمبيوتر ولا إلى آخرة، توضع فيها معطيات وشروط والملاعب والأوقات وكل شيء، ثم يتم السحب. يعني بس عندهم معايير، يعني يضعون 1000 احتمال في الدوري الأسباني، يضعون عندهم شروط معينة في مباريات برشلونة وريال مدريد. الإنجليزي 6 شهور يأخذون فيه رابطة الجمهور، هذا مهم، ويأخذون فيه حتى الأمور الأمنية وهذا مهم، وعندهم شروط أخرى. الإيطالي عندهم معايير اللي هي 7 الكبار في الأندية، ما يلعب إذا هم رايحين دوري الأبطال ما يلعبون مع بعض في نفس الجولة، أي 2 عندهم دوري أبطال ما يلعبون، في معايير. خلنا نقول الفرنسي أيضا عنده معايير. طيب ممتاز، الدوري السعودي وش معاييره في الجدول؟ حياك الله بتال، حيك وحي مشاهدي في المرمى. أهلا حقيقة سهل. الموضوع يعني شائك شوي، ودي أتكلم عن أشياء ثانية، لكن خلني أبدأ من سؤالك. ايه؟ نعم، حتى إحنا عندنا في معايير بتال، وش يعني حتى في وقتنا مثلا مع الكابتن. لا لا أتكلم الحين، إحنا نراعي. لا أنا الحين هذه موضوع راح للرابطة اللي هي المسابقات اللي في الرابطة. بصراحة كنت أتمنى لو مرة، مو بلازم يكون زي ما قلت كل دوري كل دوري لها، يعني ودي يطلع أحد من الرابطة يشرح لنا وش الآلية، يكون في مؤتمر صحفي، في نقاش. أنت تذكر الموسم الماضي طلع الاتحاد السعودي أو الرابطة تكلموا عن أنه متفقين مع الأندية، وهذا يحدث دائما، بينما يطلع المشرف على فريق كرة القدم في الهلال فهد الفرج يقول ما حد كلمنا. يعني الصورة مي بواضحة، لكن لما يكون في مؤتمر صحفي توضح مثل كل هالأمور. لكني بتال هالمرة أنا الحقيقة أشفق على من سيضع جدول الموسم القادم، وإن سمحت لي والله يعني على كان لأني لي شوية من الساعة 9 وأنا قاعد أحضر وزي كذا على الأمور ذي. بالتالي حنا بيبدأ أي الموسم بيبدأ، خلنا نقول أبحث شيل هذه من 27 جولاي إلى 12 أوغست، هذه إيش كأس الأندية العربية على كأس الملك سلمان، خلها نعتبرها بما بدأ الموسم. طيب الموسم يبدأ من 11 أوغست إلى 31 مايو، بمعنى أنه قدامنا 210 أيام فعلية، لكن لو تشوفها هي الحقيقة 290 يوم عددًا، لكن الفعلية 210. ليش بتال؟ لأنه في 40 يوم أيام فيفا اللي هي سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ومارس، وفي 40 يوم تقريبًا كأس المنتخبات اللي هي شهر، لو نشوف كأس آسيا من 12 إلى 10 فبراير للمنتخبات، زائد ديسمبر بالنسبة للاتحاد، زائد بتال عندنا كدوري وآسيا وكاس الملك وسوبر. آخر نقطة بالتال، لو شفت حتى الدوري آسيا اللي بيكون من ضمن ال 210 يوم هذه اللي هي اللي بتبدأ في سبتمبر، مع أن النصر عنده ملحق تبدأ في سبتمبر، اللي هي دوري المجموعات 6 مباريات، بعدين 16 8 4 النهائي، بمعنى الفريق اللي بيوصل للنهائي يبي يلعب مع السوبر لو وصل للنهائي، مع كاس الملك 5 جولات لأنها بتبدأ من دور 32، 55 مباراة. عليك الحساب، الزملاء في الإعداد عندك يقسمون 210 على 55، صعب جدا أنك تقي أو تلعب مباراة بهذا الشكل. طيب
طيب وش ما جاوبتني وش المعايير؟ الحين قلت لك انا معايير الدوريات الخمسة انا انت شايف معايير في الدوري السعودي؟ انا لا هو عادة انا صراحة بالتالي ما اعرف التفاصيل اللي تحدث هنا، لكن طيب. انا الى فترة قريبة كنت رئيس لجنة مسابقات، شو نسوي؟ الهلال مثلا والاهلي الدور الاول مثلا لو لعب في الرياض الدور الثاني يكون في الاهلي في جدة، والعكس الموسم المقبل، يعني المراعاة المباريات الجماهيرية دور اول ودور ثاني تعكسها، يعني نصر واتحاد هلال واهلي مفهوم. وينطبق هذا الكلام. اثنين ما في فريق يلعب مثلا هوم او يعني على ارضه وخارج ارضه على ارضه خارج ارضه مرتين، ما عدا اذا جت وافقت ايام توقف، يعني ممكن اخلي مثلا الهلال يلعب مع التعاون في القصيم وبعدين يلعب مع الاتحاد في جده في شرط انه يكون في فتره توقف للدوري، لكن ما يلعب مباراتين خارج ارضه، ما يلعب مباراتين خارج ارضه يعني خلال يعني ورا يعني ورا بعض مباراتين متتاليتين. اي نعم كل هذه المعايير توضع يعني عندنا، زائد بالتال المباريات التنافسيه انك ما تخليها في توقيت واحد، يعني قل ان تلقى في جوله اهلي واتحاد وهلال ونصر، تتحاشى مثل هذا الموضوع. طيب ما في مباراه الاسبوع او مباراه الجوله في الدوري السعودي، هذا المعيار غير موجود؟ والله بالتالي الفتره الاخيره انا قلت لك يعني انا وش ودي واتمناه من الزملاء في الرابطه، ترى في نقطة حتى والله ما أبغى أقلل من الزملاء الأعضاء، لكن ضروري إنه يكون في أحد مختص، يعني لو تشوف إحنا نقول في الانضباط لازم قانوني، في لجنة الاحتراف طلعوا النظام غيروا إنه لازم يكون واحد قانون، طيب في المسابقات لازم يكون واحد متخصص، أتكلم متخصص دارس إدارة وتنظيم، إدارة وتنظيم اللي هم بكالوريوس تربية بدنية أو أخذوا الدورات في هذا المجال. الحقيقة الأسماء اللي أشوفها مؤخراً ما أشوف، طيب ما عندي مشكلة بس اجلسوا مع الزملاء، يعني فيه الدكتور خالد المقرن الآن عضو مجلس إدارة في الاتحاد السعودي، هو خريج تربية بدنية وطول عمره في المسابقات، ما أشوفه له علاقة أبدا في أي موضوع. أنا أتكلم كمثال بتال، يعني أنا قصدي كل ما جلست ترى تستفيد من طرح الآخرين، إذا ما تبغاها طيب. أمام الإعلام يا أخي اجتمع فيهم في الغرف طيب. المغلقة. طيب جميل، خلينا أقول لك المعايير اللي في الدوري السعودي. أول شيء مواعيد الزراعة الملاعب هذه تتحكم، مشاريع أو مشاركات المنتخبات والأندية تتحكم، طبعا مباريات البيتية وخارج البيت أيضا تتحكم. الدوري سيقسم هذه السنة إلى 5 مستويات وليس مستوى واحد، سيتم مراعاة الملاعب المشتركة. أنا أشوف الملاعب المشتركة أصبحت قديمة، ما عندنا أحد عنده ملعب مشترك الآن أبدا، يعني حتى في جدة الاتحاد في الجوهرة والأهلي في الفيصل، عندنا بس القصيم الرائد والتعاون في ملعب واحد بس، فريقين يعني ما يسوون ضغط كبير، الباقي ما عندنا، يعني الدمام فريق واحد، الحسا فريق واحد الآن، يعني الخليج إذا لعب على الدمام يصير هو من فريقين بس، هو يلعب يعني المفروض يلعب في الخبر أو في سيهات. هذه المعايير واضحة عادة في الدمام هم أي هذه المعايير كافية، ولكن أي لا هي إلى حد ما إلى حد ما بس بالتال الوضوح، يعني أنت لما أنت والدليل حنا نشوف دائما قبل مباراة بخمس أيام أسبوع نقلت مباراة مستاد الملك فهد لملعب الملز مثلا، في التعاون لعب آخر المباريات وهذه أتمنى أنها تثبت في ملعب التعاون، المباريات اللي غير جماهيرية غير لما يلعب مع الفرق الجماهيرية أوكي يلعب في مدينة الملك عبد الله، لكن بالعموم الصورة يعني ما بواضحة. حتى لو قلت لي أنت الأهلي في عبد الله الفيصل على فكرة بتشوف إشكال الموسم القادم، بالتالي حديث الإعلام بيكون عن المسابقة، يعني يمكن الانضباط هم اللي بيرتاحون من هذا الموضوع، أنا أعتقد الحكام والانضباط يمكن يشترك معهم بنسبة أعلى هي المسابقات الموسم القادم. طيب إحنا 18 فريق السنة الجاية، عندنا 5 مستويات، هل معنى ذلك كابتن أنه أنا إذا لعبت مع المستوى الأول اللي هو معي مثلا، إذا أنا مستوى أول لابد الجولة اللي بعدها ألعب مع المستوى الخامس، ما ألعب مع نفس المستوى ولا ألعب مع الثاني عادي؟ أجل شلون فهمني المستويات وش الفائدة منها؟ لا 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 هي هي تبدأ المستوى مثلا خلينا نقول لك أول يوم كان 16 فريق هو نفسه الأول والرابع أول جول إيه والثاني والثالث، أنا أقصد عشان أبسطها للمشاهد يعني أنت لما تلعب ما تلعب في الجولة الأولى أو الثانية، قال لي ليش إنك تنتقل من الثاني للرابع من الأول للثالث ودواليك على ما يقول ما يعني قليل إنك تلقى مثل هذا، وتلقى في نهاية الجولات طيب. هي النهاية أو آخر مباريات تقريبا بتكون بين الفرق اللي ممتاز اللي على المستوى الأول بغض النظر من كان أول ومن كان ثاني. عادل في دقيقة وش ينقصه
الجدول في السعودية وش ينقصها؟ احنا نتكلم نجوم كبار جايين، مدربين كبار جايين، العالم جاي، صحافة بتجي تغطي يعني نجومها، الصحافة الأوروبية بتغطي نجومها اللي جايين. ايش ينقص هالدوري بالضبط؟ قل لي، لا نحتاج نسوي كذا في الجدول، هذا شيء مهم جدا. نحتاج اول شيء بالتالي ان نجتمع مع الأندية بالذات اللي عندهم مشاركات خارجية. واحد اثنين، هذا اول شيء. ليش؟ عشان اردت المباراة. اثنين، عدم مداخلة المباريات. لو شفت الموسم الماضي النصر يلعب والهلال يلعبون في توقيت واحد، الاتحاد مثلا مع النصر يلعب، اذا ابتعاد الفرق لو المباريات ثلاثة، لان اليوم الملاعب زاخرة بالنجوم. ثلاثة، تسكين المباريات وقدر الامكان عدم تغيير الملاعب. أربعة، وهي الاهم بالنسبة لي الاهم، تصور تسهيل، ما ودي نشوف أحد من الجماهير يشتكي من عدم الدخول. تسهيل إجراءات حضور اللاعبين، زائد النقطة الأخيرة اللي موجودة الحمد لله عندنا اللي هي التشويق، يكفي وجودها النجوم. شكرا عادل بطي. وقفة ثانية وأخيرة، بعدها نتابع كاريلو علامة ملابس الرياضية وتاليسكا منتج فني وبيتروس عقاري. حياكم الله. نجوم في الدوري السعودي أصبحوا رجالها أعمال خارجة. أودعكم على أمل لقاء. البيروفي كاريو نجم وسط الهلال أنشأ شركة خاصة للملابس باسمه وبدأ فيها ببلاده. يسعى لاعب بنفيكا السابق بتطورها ويصل بيع منتجاته في جميع أنحاء العالم. كريستيانو رونالدو يستثمر كثيرا خارج كرة القدم، من بين أبرز استثماراته مجموعة فنادق باسم بيستانا تتواجد في أبرز مدن العالم مثل مدريد ولشبونة ونيويورك ومراكش. زميله في النصر تاليسكا اشتهر منذ شبابه بعشقه للموسيقى، أنشأ شركة إنتاج موسيقية في البرازيل، كما سجل ألبوما فني وهو الأول في مسيرته الغنائية. مهاجم الاتحاد كريم بنزيما أنشأ عام 2016 منصة خاصة بالألعاب والبث المباشر تحت اسم كي بي 9 الفرنسي، من عشاق ألعاب الفيديو منذ طفولته. بيتروس لاعب الفتح، وبعيدا عن تألقه في الملاعب لديه شركة عقارية في ساو باولو منذ سنوات. اللاعب البرازيلي أكد عام 2015 حينما كان لاعبا لريال بيتيس أن العقارات استثمار لما بعد الاعتزال. عدد من اللاعبين السعوديين لجأوا إلى الاستثمار في مطاعم ومقاهي، أبرزهم عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال ولاعب الشباب هتان بهبري، فيما اختار لاعب الأهلي الجديد عبد الله عطيف أن يستثمر في مركز للطب الرياضي. هيثم بن حماد، العربية.